هكذا تبدو صورة قريتي الدسم والودي بنطاق مركز الصف بالجيزة، غمرتهما مياه الأمطار إثر موجة الطقس السيء التي تعرضت لها البلاد، والتي استطاعت خلالها أجهزة وزارة الداخلية أن تؤدي دورها عبر انتشارها الأمني على مدار الساعة في كافة أنحاء الجمهورية، دور أثنى عليه الجميع. أجهزة مديريات أمن الجيزة تحركت سريعا نحو القريتين لانتشال العالقين وسط المياه ببعض المنازل من خلال وحدات إنقاذ من قوات الحماية المدنية وقوات التدخل السريع وسيارات النجدة. القوات سطرت ملحمة من العمل الجاد، وضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب بنجاحهم في إغاثة ومساعدة المضارين والعالقين ببعض المنازل التي أحاطتها المياه من كل جانب، وهو أمر أشاد به أهالي القريتين وبسرعة الاستجابة والتعامل الفوري من أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع أجهزة الدولة مع تلك المواقف الطارئة. أداء رجال الشرطة في إنقاذ الأرواح والممتلكات خلال موجة الطقس السيء التي تعرضت البلاد لها اتسمت بالاحترافية الشديدة في التعامل، وهو ما أشاد به الجميع وتجلى هنا في نجاحها في إغاثة العالقين وسط المياه بالقريتين.